التاريخ لا ديرنيير فوا دونك قدمنا فيديوهات ومعلومات من الكتاب تاع ايميل كاريسي دو كابيلي الحملة الاستعمارية ضمن منطقة القبائل في 1857 وراح نديروا فيديو تفصيلي على كامل الكتاب. دائما في تاريخ منطقة القبائل قدمت منشور في الصفحة تاعي وكتبت على الكتابين هذو لي تيرك اون كابيلي اي عبد الكادير اون كابيلي تاع اوجين دوما اي ادريان بربرغار، لكن فضلت اني نبدا بهذا الكتاب وهو اكثر اهمية لو جور جورا اترافيغ ليستواغ دوبي لونتيكيتي جوسكو 1830 باش نفهم الاحداث بعمق. سامر بوليفا عاش اذا في بداية القرن العشرين وهو جزائري، يعني ذهب إلى كل مناطق وين كاين فيها آثار وشاف الأشياء بعينه وقام بمقارنة كل المصادر التاريخية والعلمية والأنثروبولوجية والسوسيولوجية والتاريخية وقدم لنا كتاب جد قيم وجد شيق وملخص عن تاريخ القبائل باش نفهموه إلى غاية 1830. إذن استاذرونا رايحين نقدم لكم معلومات منه وملخصات. شكرا.